في أجواء روحانية مميزة، فتح فيها مسجد بوانج الكبير بأضرار أبوابه أمام المصلين منذ الساعات الأولى احتفاء بعيد الفطر المبارك وتأدية صلاة العيد التي تعد فرصة للمسلمين للتجمع وتبادل التهاني بعد الاستماع للدرس الذي يلي الصلاة، كما تعد فرصة لا تعوض للتذرع للمولى عز وجل. يقابل المصلون بعضهم بعضا ويرفعون أيديهم إلى السماء يعبرون عن شكرهم وامتنانهم لله عز وجل في لحظات تجسد روح التسامح والمحبة في قلوب المسلمين الذين يعظمون الشعائر الإسلامية. بمناسبة عيد الفطر المبارك أهنئ الأمة الإسلامية من هذا المنبر، ونسأل الله أن يعيده علينا باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير. صح عيدكم وكل عام أنتم بخير، تعيدوا وتعاودوا إن شاء الله، بس حول هنا عيد مبارك لجميع الأمة العربية الإسلامية. ولإخواننا في غزة نصيب من الدعوات، إذ تتعدى المناسبة كل الحدود الجغرافية والاجتماعية وفرصة لتعزيز الأواصر الإنسانية. يا ربي انصر فلسطين يا سيدي ربي، يا ربي احنا النصر هذاك وين في فلسطين ان شاء الله يا مولانا سرم. كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم الطاعات والعبادات، نسأل الله ان ينصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، وتقبل الله منا ومنهم المرابطة في ارض الاقصى. يوم العيد هو احد اعظم الايام التي لا يوازي صدق مشاعرها ايام اخرى، وأكثر ما يفرح ويبهج أطفال المسلمين، فاللهم تقبل الدعاء وارزق إخواننا في فلسطين النصر والأمن والسلام.